تشهد مسارح دار الأوبرا المصرية عرضا لعدد من الأفلام المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية بصورة دائمة. لمزيد من المتابعة ينضم إلي من دار الأوبرا المصرية موفد أخبار مصر حمادة العربي. حمادة أهلا بك، إذن صف لنا الأجواء لديك في دار الأوبرا، إلى أي مدى هناك التزام من المشاركين بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي؟ تحياتي لك رغدة ولكل مشاهدي التلفزيون المصري. بالفعل يمكن أجواء رائعة للغاية داخل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42. هناك عدد كبير من الأفلام تعرض اليوم على مسارح دار الأوبرا المختلفة، سواء المسرح الكبير أو المسرح الصغير أو مسرح النافورة، بالإضافة إلى مسرح الهناجر. يمكن أفلام عديدة مشاركة، لدينا فيلم شرطة، لدينا فيلم سينما الغد، لدينا كذلك خريف التفاح، ولدينا ميلودي المورفين. مولدي المورفين هو فيلم مغربي يشارك لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويحكي عن قصة شاب يهوى الموسيقى وفقد ذاكرته. والفيلم يستعرض في أحداث مشوقة ماذا يعني يحدث للإنسان بعد فقد جزء من الذاكرة، هل يعود كما كان، هل يكرر نفس أخطاء الماضي بصورة أكثر دقة، هل يعاد أو يعيد اكتشاف موهبته بشكل أو بآخر. هناك أفلام أخرى مشاركة، لدينا فيلم مصري يشارك، فيلم عمار، وهذا الفيلم هو يمكن أول فيلم بدقة عالية يتحدث أو ضمن سلسلة أفلام الرعب بطولة الفنان شريف سلامة وكذلك الفنانة إيمان العاصي، يعرض الليلة داخل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بصورة مهمة ويجذب عدد كبير من جمهور وعشاق الأفلام المصرية، وخاصة هذه الأفلام في أول إطلالة لها داخل السينما المصرية. هناك حلقات نقاشية داخل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تستعرض عدد من الأفلام، ويتم فتح باب النقاش فيها على أعلى مستوى، سواء من مخرجين مصريين أو عرب أو حتى أجانب من إيطاليا وفرنسا وعدد من الدول المشاركة في هذا المهرجان. بالنسبة للإجراءات الاحترازية تطبق بشكل كبير، لا يسمح بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامات. هناك فرق من وزارة الصحة تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل جيد، بالإضافة لعدد من السيارات التابعة لوزارة الصحة المتنقلة، عيادات متنقلة يتم من خلالها إجراء الكشف والمسح على عدد من المترددين وضيوف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ووصل العدد طبقا لتصريحات من وزارة الصحة ل 1000 حالة و1000 مواطن تم إجراء الكشوف عليهم بصورة دورية، سواء الحرارية أو بالتنقل إلى السيارات ووحدات الصحة المتنقلة الموجودة في عدد من الأماكن داخل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. بالإضافة إلى ذلك يتم توقيع الكشف وقياس درجات الحرارة، يتم استخدام المطهرات بشكل دوري مع حضور عدد كبير سواء من محبي الفن المصري والعربي وكذلك الدولي، حيث أن هناك ما يزيد عن 84 دولة مشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. عدد من النجوم المصريين يأتون على الريد كاربت في هذه المنطقة، يتم إجراء عدد من الأحاديث الصحفية، يتم النقاش على أعلى مستوى، وهي فرصة للجمهور للتعرف أكثر على نجوم الفن الذين يحبهم سواء من الوطن العربي أو حتى من مختلف أرجاء وجنسيات العالم. شكرا لك حمادة العربي موفد أخبار مصر، كنت معي مباشرة من دار الأوبرا المصرية.